مرحبا، أنا كوتش لينا، أنا مدربة كيك بوكسينج، وفيديو اليوم رح يكون الجزء الثالث والأخير من سلسلة التحرك بالقدمين. في الجزء الأول حكينا عن الاتجاهات الرئيسية أمام، خلف، يمين، يسار. الجزء الثاني كان عبارة عن الاتجاهات اللي هي ما بين هذه الاتجاهات الرئيسية، وحكينا عنها إنها هذه خلينا نسميها الاتجاهات الثانوية، ولكنها ليست ثانوية، هي عبارة عن اتجاهات كتير أساسية وكتير مهمة، خصوصاً للمراوغة وخداع الخصم والوصول إليه. اليوم راح نحكي عن طريقة تحرك شوية مختلفة. راح نحكي عن إذا أنت في مركز الدائرة، طبعاً هلأ أنت إذا بترسم خط ما بين كل الاتجاهات بصير عندك دائرة، اللي هي الدائرة اللي بدخل عليك الخصم فيها وبضرب وبطلع، أوكي؟ لأنه أنت لما تبلش اللعب مع الخصم تبعك هو بيكون خارج هذه الدائرة، ما بيكون قريب منك. الحكم لما يجي يوقف بيوقف اللاعب الركن الأحمر ولاعب الركن الأزرق، بيوقفهم قبال بعض بمسافة ما بيقدروا يوصلوا فيها لبعض، اللي هي المسافة الآمنة. المسافة الآمنة اللي هي بتمثلها الدائرة هذه اللي أنا حوالي بتكون. فأنا لما أكون في مركز الدائرة تبعتي والخصم تبعي مقابل لإلي، الخصم تبعي في حال انه هو عم يتحرك حوالي، اوكي، بشكل دائري، عم بلف بدور حوالي يمين او يسار، لما يكون خصمي على حفة الدائرة، الطريقة اللي بتحرك فيها اذا هو تحرك بهذا الاتجاه، انا بثبت رجلي اليسار وبحرك الاجر الخلفية اللي هي اليمين، اوكي، عشان احافظ على المسافة الآمنة بيني وبين الخصم تبعي. اذا رجع تحرك هيك برضه بنفس الطريقة، فهي طريقة الدوران هذه بتكون بالإجر الخلفية مع تثبيت الإجر الأمامية، تحرك على جميع الاتجاهات، أوكي، يمين أو يسار. هذه الطريقة الأولى. هم في طريقتين. الطريقة الثانية، في حال إنه الخصم تبعي كان خارج الدائرة أو عم يخرج خارج الدائرة، عم يبعد عني، أوكي، بإمكاني إني أحرك الإجر الأمامية حتى أواجهه، يعني الخصم تبعي موجود مقابل لإلي أمامي مباشرة، اتحرك راح لهذا الاتجاه لكنه خرج بعد عن الدائرة تبعتي، صار بعيد، فأنا بإمكاني أحرك الإجر الأمامية وأواجهه بهذه الطريقة. هيك أنا ثبتت الخلفية وحركت الأمامية. إذا رجع تحرك هيك ولساته بعيد، بقدر أحرك الأمامية، أوكي؟ فأنت بده يكون أنت عندك التقدير الصحيح للموقف اللي أنت فيه. إذا الخصم قريب بثبت الأمامية وبتحرك معاه بهذا الشكل عشان أنا ما أقرب عليه، لأنه إذا هو قريب ورحت حركت أنا هاي بصير كتير قريب علي، فبإمكانه أنه يصيبني في ضربة ممكن أكون أنا مش مستعدة لها. صفة. باختصار الطريقتين، الطريقة الأولى أني أثبت الأمامية وحرك الخلفية، أوكي، بشكل دائري بلف. الطريقة الثانية أثبت الخلفية، أو ممكن تكون متحركة لكن بحرك الأمامية. هلأ أنا إذا حركت الأمامية ممكن الخلفية تلحقها، أوكي، بتحرك في الاتجاه اللي هو عم بتحرك فيه خصمي. هذا في حال إنه أنا داخل السنتر والخصم تبعي عم بتحرك حولي. طيب إذا أنا اللي كنت عم بتحرك خارج دائرة الخصم تبعي، يعني أنا موقعي هون في الخارج والخصم في الداخل، أنا كيف بتحرك؟ في عندي طريقتين. الطريقة الأولى إني أتحرك بشكل جانبي يمين أو يسار، بتحرك حوالين الدائرة مع الخصم تبعي، أوكي؟ بهذا الشكل، فقط تحرك جانبي لكنه دائري. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي هي الطريقة اللي كتير مشهور فيها الملاكم محمد علي كلاي، الطريقة اللي بيتحرك فيها خارج نطاق الدائرة مع الخصم تبعه، اللي هو بيكون برجع زي رجوع، بيكون بيتحرك بهذا الشكل من هون، برمي مثلا جاب، اوكي، بضل بيتحرك، تلاقيه رمى هو، لانه كمان طويل بفيده هذا التكنيك، يعني انت كمان بدك تكون منطقي في التحرك. هلا هاي الطريقة احنا في الكيك بوكسينج مش كتير بنستعملها، لكن لا يمنع انك تستعملها في حال انت بعيد عن الخصم، عم تحاول تاخذ نفس، انت تعبان شويه، بدك تتحرك تبعد عنه تطلع برا الدائره، بامكانك تتحرك هيك، ما في مانع. هي كيف الحركه؟ اذا بدنا نمشي خط مستقيم، هي بتيجي زي كانها دائره يمين مثل هيك، كاني بعمل دوائر، اوكي، يعني كاني بتحرك بهذا الشكل،
لكن في اتجاه دائري، والطريقة الحركة بتكون انسحابية، رجوع للخلف، أوكي؟ مش أمامية مثل هيك، فهي بس الرجوع. بتكون أنت على جهة إيدك الجاب مثلاً بتكون مجهزها، أو إذا بدك تتحرك بالجهة الثانية بس بدك تكون متمكن من الإيد الثانية. بهدول الأربع طرق تبعون اليوم بنكون إحنا ختمنا 30 طريقة للتحرك بالقدمين. شو دورك هلأ أنت؟ ما بكفي أنك أنت بس تتفرج على الفيديو وتشوف الحركات، ضروري تمسك نفسك وتلعب جولات فقط تحرك في القدمين. يعني ما بديك تستعمل ولا بوكس ولا كيك، ما تضرب ولا أي نوع من الضرب، فقط حط لنفسك 3 جولات، كل جولة مدتها 3 دقائق، وحاول اجمع كل هدول الحركات اللي بالأقدام ودخلهم مع بعض وحاول العبهم خلال الجولات. إذا أنت مبتدئ والموضوع كتير معقد صار بالنسبة لك وإنه كتار شو 30، أنا كيف بدي أسوي 30، تقدر تبلش بالجزء الأول اللي هو الاتجاهات الرئيسية. عود نفسك العب 3 جولات بس الاتجاهات هاي، بس بطلع للأمام خلف، بروح شمال بروح يسار، بحاول أتحرك بالطريقة الثانية اللي بتحرك فيها مثل هيك، بغير أسلوب الحركة، بدل ما أطلع دائما للأمام بإجري الأمامية مثلا أحاول أطلع بالخلفية، أوكي؟ وبرضه للخلف بدل ما أنسحب دائما بالإجري الخلفية مثل هيك أنسحب بالأمامية، ممكن يكون فيها احنا هيك، لانه هدول السليب فيهم بكون لكم، انا مش بس اني بتحرك هيك عشان بس اشكل وانوع، لا، في طريقه للحركه. انا لما احرك اجري الخلفيه الاماميه بس احركها اول بكون في معها هون جاب، بيجي الكروس بعدين مع حركه اليمين. وهي الطريقه في الانسحاب بيعتمد على مسافتي مع الخصم، اذا خصمي لساته قريب مني انا هون بقدر استعمل هاي عشان احافظ على المسافه، اوكي؟ طلع علي لما انا اكون عم بلعب مع الخصم واحرك الرجل الاماميه باول بس ارجع فيها، انا فعليا ما اتحرك كثير جسمي من مكانه، فبيعتمد على مسافتي مع الخصم. هلا الخصم اذا بس عم يرمي علي بوكس فانا بقدر اعمل هيك بعدين ابلش ارجع، لكن اذا الخصم كان داخل علي هجوم مباشر فات عم بيقرب علي، هون مثلا بدخل او برجع اكشلي بالاجر اليمين عشان اوسع المسافه، انا بعدت عنه هيك بعدين بضرب الكروس. طبعا هذا مثل واحد من مليون مثل ممكن يطلع معك. لعبتنا كتير لعبه متنوعه وكتير في عندنا سيناريوهات في اللعب، يعني يمكن ما لها نهايه، عشان هيك ضروري انت تتدرب على كل الحركات. حاول بس تخلص من الجزء الاول، حاول بلش بالجزء الثاني، مثلا تصير تحرك بالميلانات الاماكن الثانيه، بتحرك هون بطلع بهذا الاتجاه، اوكي؟ او بطلع هون وبلف، ممكن ارجع اخذ خطوه، ممكن ارجع الف، فبتصير تدمج كل الاجزاء الثلاثه مع بعض وتحاول تستعملهم بطريقه انه قد ما يعني يكون فيها شويه من نوع من الانسيابيه. طبعا مع التمرين بتحسن وبصير مستواك كتير اعلى شوي شوي، لكن بدك تركز عليه. مشان هيك بقول لك العب 3 جولات فقط حركات رجلين، ما تضرب ولا لكمه، وما تفكر انه التمرين رح يكون تافه، لا، التمرين رح يكون كتير متعب، رح تشوف قديش رح يتعب لك رجليك اذا بتضلك تتحرك، زائد رح يتعب لك مخك شوي لانه بدك تضطر تفكر. الالعاب القتاليه ليست فقط ضرب، الألعاب القتالية عبارة عن تكتيك، عبارة عن علم اسمه فن قتالي، فن فيه فن، أوكي؟ فبده تفكير. المهم طولت عليكم يمكن شوي بالحكي، بتمنى يكون استفدتوا من هذه السلسلة. إذا عجبكم هذا الفيديو بليز اعملوا لي لايك، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل، وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.